السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معاكم عمر الطاهر من سبيجلش. دي الحلقة رقم 17 من كورس البرنانسيشن، وده كورس بنتعلم فيه نطق الأمريكان. زي ما اتفقنا قبل كده ده هيفيدني جدا عشان لما أتكلم قصاد حد مثلا يقدر هو يفهمني بسهولة ما يحسش بأي صعوبة، وبرده لما أجي أنا أسمع حد بيتكلم أو أتفرج على حاجة إنجلش أبدأ أفهمها بسهولة ما أحسش إن أنا مش قادر اجمع عشان هو بينطقوا بشكل مختلف. النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي ننطق السي اتش. كالعاده الفيديو متقسم 4 اجزاء، اول حاجه النطق الغلط، تاني حاجه النطق الصح، تالت حاجه بنعرف القاعده، رابع حاجه ناخد امثله عشان نثبت الموضوع. اول حاجه معانا اللي هو النطق الغلط، سيرش سيرش، شات شات، مارش مارش. تاني حاجه النطق الصح، سيرش سيرش سيرش، شات شات شات، مارش مارش مارت. تالت حاجة معانا وهي قاعدة، وزي ما باين كده الفرق ما بين الصح والغلط، ان هنا انا بضيف زي تي كده قبل الش، يعني قبل ما اقول ش مش بقول سيرش، لا بقول سيرت سيرت، بضيف قبله حرف التي، يعني في كده هيدن تي قبليها، فمش بقول سيرش، لا بقول سيرت سيرت سيرت، فمش بقول شات، بقول تشات تشات تشات، مش بقول مارش، بقول مارت مارت مارت. رابع حاجة تعالوا ناخد بقى بعض الأمثلة، China China China، Charge Charge Charge، Chocolate Chocolate Chocolate، Cheese Cheese Cheese، Teach Teach Teach، Touch Touch Touch، Watch Watch Watch، Switch Switch Switch، Attach Attach attach. تعالوا ناخد بقى بعض امثله لبعض الجمل، will you split your chocolate will you split your chocolate will you split your chocolate، I have a sandwich and apple in my lunch box I have a sandwich and apple in my lunch box I have a sandwich and apple in my lunch box، he walked to the beach he walked to the beach he walked to the beach. He opened his lunch box and found cheese and sandwich. He opened his lunch box and found cheese and sandwich. He opened his lunch box and found cheese and sandwich. دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا، ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت هتلاقوها على القناه على اليوتيوب. لو عندك اي سؤال او في موضوع معانا عايزنا نتكلم فيه اكتبه لي تحت في الكومنتس، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. شكرا ليكم وباي باي.